السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الطيب محمد يحيى. التقت مريم بأصدقائها في مكتبة المدرسة فدار بينهم الحوار التالي. أهلا مريم عاشقة الكتاب. شكرا. مرحبا أصدقائي. عما يتحدث هذا الكتاب الذي قرأتيه؟ يتحدث عن أهمية الرياضة للصحة. موضوع شيق يهمنا جميعا. لا شك في ذلك. سأقرأ أنا أيضا هذا الكتاب. حبذا لو تقرؤونه جميعا، إنه مفيد. إلى اللقاء أصدقائي في حلقة مقبلة إن شاء الله.